السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشيف عماد أبو سيام. اليوم إن شاء الله نتعلم طريقة عمل المغربية المفلفلة باللحمة على الطريقة اللبنانية. طبعا ممكن نعمل مغربية بلحمة الموزات أو بلحمة الخروف، أو ممكن نعمل مغربية أيضا بالدجاج حسب إمكانياتنا وحسب رغبتنا. إحنا راح نسويها الآن مع لحمة الخروف، مع الخضار، مع البصل الصغير الحب. قبل ما نتعلم طريقة عمل المغربية على الطريقة اللبنانية، بطلب الجميع عمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكوا كل فيديو جديد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنا لعمل المغربية اللي على الطريقة اللبنانية، عنا هون بقدار باكيتين من المغربية الحب، بإمكانك تشتروها من أي سوبر ماركت. تقريبا هي شبيهة بالمفتول لكن هي مغربية. وفي عنا هون ما يقارب كيلو من لحمة الخروف مقطعة مكعبات صغيرة، وفي عنا هون مقدار نص كيلو من البصل الصغير القنار قشرناها وجهزناها، وفي عنا هون مقدار حبة بطاطا قطعناها مكعبات، وفي عنا مقدار صحن من الحمص الحب المسلوق، وفي عنا هون مقدار راسين بصل فرمناهم ناعم، وبالإضافة طبعا للملح راح يكون للمغربية وللصوص. وفي عنا هون مقدار كاسة زيت زيتون بلدي، وهين في عنا مقدار 3 ملاعق من السمنة النباتية، وهون البهارات اللي هي كزبرة بودرة 2 ملاعق، فلفل أسود 2 ملاعق، وكمون 2 ملاعق، وكركم 2 ملاعق، وكراوية 2 ملاعق، وورقتين غار. وخلينا الآن نشوف كيف بدنا نحضر المغربية وصوص المغربية. بداية احنا راح نطبق اللي هو صلصة المغربية الصوص. بنضيف 1/2 كوب من الزيت الزيتون، وبنضيف مقدار رأس بصل مفروم ناعم. احنا حكينا رأسين بصل، راح نحط رأس مع المغربية ورأس مع الصلصة. الآن احنا بعد ما قلبنا البصل بزيت الزيتون بنضيف له لحمة الخروف، بنقلب لحمة الخروف مع البصل، الآن بنضيف 2 ملاعق من الملح و1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبنستمر بتقليب اللحمة حتى يتغير لون اللحمة تماما. نلاحظ انه كيف اللحمة تغير لونها. الآن بنضيف ورقتين الغار، وبنضيف ما تبقى من البهار اللي هو 2 ملاعق من الكمون، و2 ملاعق من الكراوية، و2 ملاعق من الكزبرة، و2 ملاعق من الكركم. إذا كمون وكراوية وكركم وفلفل أسود وملح. الآن بنقلب اللحمة مع البهارات كما نلاحظ على النار، وبنضيف الحمص الحب. طبعا احنا عندنا صحن حمص مسلوق، بنضيف 1/2 الصحن للصلصة، وراح نضيف 1/2 الاخر مع المغربية نفلفله. الآن بنقلب اللحمة مع الحمص مع البهارات، وبنضيف له الآن المي السخنة أو مرق اللحم إذا توفر عندنا مية لحم، أو المي الساخنة. الآن بعد ما بلش بالغليان بنسحب الرغوي الخارجي من الطبق، وبعد ما نسحب الرغوي تماما بنترك اللحم على النار حتى تنضج تماما. الآن بنغطيها حتى تنضج اللحمة. الآن بعد مرور ما يقارب الساعة بنكشف عن صلصة المغربية،
وبنضيف حبة البطاطا اللي قطعناها مكعبات. طبعا الخضار يعني اختياري، ممكن نضيف جزر، بطاطا، كوسة حسب رغبتنا احنا. هنا احنا بنضيف مقدار يعني ملعقة من الزيت النباتي، زيت الزيتون، وملعقة من السمنة، وبنضيف اللي هو البصل الحب الصغير اللي قشرناه وجهزناه، البصل للنار بنضيفه وبنقليه على النار بالمقلاية كما نلاحظ حتى يصبح لونه ذهبي. الآن بعد ما أصبح لون البصل ذهبي واتقلى مظبوط، راح نضيف البصل لصلصة المغربية على النار. هيك بكون عندنا اللحمة والبصل والبطاطا والبهارات اللي أضفناها. الآن بنترك الجميع على النار حتى تنضج جميع المكونات تماما، اللي هي المكونات اللي أضفناها اللي هي البطاطا والبصل، حتى ينضج تماما ويتكثف الصوص ويصبح سميك كثيف. الآن راح نشوف كيف بدنا نحضر المغربية الحب، كيف بدنا نفلفلها. كما نلاحظ بنضيف اللي هو الملعقة من السمنة، وبنضيف نص كاسة من زيت الزيتون، وبنضيف رأس بصل صغير فرمناه ناعم بنقلبه مع زيت الزيتون حتى يذبل تماما، وبنضيف اللي هو الحمص. احنا قلنا صحن حمص او مقدار كوبين من الحمص، كوب حطيناه على الصلصة وكوب حطيناه مع المغربي الحب. الآن بعد ما ذبلنا البصل بزيت الزيتون مع الحمص بنضيف المغربي الحب. وبنضيف البهارات اللي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبنضيف ملعقة من الكركم. وملعقة من الكمون. وبنضيف أيضا ملعقة من الكراوية. وملعقة من الكزبرة البودرة. وأخيرا بنضيف ملعقة من الملح، وبنقلب المغربية مع البهارات على النار. نستمر بتقليبها حتى يتجانس الخليط كما نلاحظ. الآن بنضيف المي السخنة، وإذا توفر عندنا مية لحمة أو مرق اللحم بيكون أفضل. بنضيف المي الساخنة للمغربية، طبعا المي لازم تكون أعلى من المغربية مقدار يعني عقلة الأصبع أو 2 سنتي، لأن المغربية بتشرب مي كثير. الآن بعد ما أضفنا المي الساخن المغربي بنغطيها وبنحكم الإغلاق وبنتركها على نار هادية حتى تنضج تماما. هون بلاحظ إنه بنلاحظ صوص المغربية أصبح جاهز، الخضار ناضجي واللحم ناضجي والصلصة تكثفت أصبحت سميكة. الآن بعد مرور ما يقارب ربع ساعة بنكشف عن المغربية وبنلاحظ إنها اتفلفلت وأصبحت جاهزة. وهيك بكون الصوص المغربية والمغربية أصبح جاهز. نلاحظ كيف الصوص كثيف.
والآن راح نسكب الطبق ونقدمه. طبعا طبق المغربي باللحم ممكن نعمله مع الدجاج أو مع لحمة الخروف بالعظم أو مع لحمة الخروف بدون عظم، أو ممكن يعني طبعا طبق هذا طبق لبناني شهير جدا، تقريبا هو قريب من طبق المفتول الفلسطيني، لكن المغربية مصنعة يعني مش يدوي، نفس يعني مصنع على نفس طريقة المعكرونة. وهون راح نسكب اللي هو الصوص المغربية، وزي ما حكينا يمكن نعمله مع دجاج أو مع لحمة خروف بالعظم أو مع لحمة عجل حسب رغبتنا إحنا. وبنضيف طبعا اي نوع مكسرات عندنا في البيت متوفر، صنوبر، لوز، اي نوع. وهيك بكون طبقنا المغربية مع لحمة الخروف والخضار اصبحت جاهزة. والى اللقاء معي انا الشيف عماد ابو صيام في طبق اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.